السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، أخذنا بالمحاضرة الرابعة مناطق التزايد والتناقص، وتعرفنا شلون نحل مناطق التزايد والتناقص، وكذلك علمتكم عن نهاية العظمى والصغرى. اليوم راح ناخذ هنا مناطق الانقلاب والتقعر والتحدث، أعلمك شلون تحل السؤال. كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة الأستاذ علي جعفر السوداني، بالإضافة إلى ذلك يومية بث مباشر دا اشرح فيه الفصل الثالث والفصل الرابع، ايضا راح نكمل ان شاء الله الفصل الثالث باشر بمشيئة الله، ونكمل وياكم المحاضرات. واذا عندكم اي سؤال او استفسار تدخل على القناة، وانا راح اكون بانتظار الاسئلة حتى اقدر اجاوب على كل الاسئلة اللي قاعد تجيني من الطلاب المرحلة الثالث مهني ان شاء الله. هنا اليوم مناطق الانقلاب والتقعر والتحدب، اريد انبهك هنا شلون راح نحل خطوات حل مناطق الانقلاب والتقعر والتحدب. اول خطوة نجد المشتقة الثانية، بعد ما طلعنا بالتزايد والتناقص المشتقة الاولى، هنا نشتق المشتقة الاولى ونطلع المشتقة الثانية، نجعل المشتقة الثانية شوف نفس الخطوات، بس هنا الثانية دا نطلب بها نساويها بالصفر حتى نطلع لها قيمة X، نعوض قيم X بالدالة الاصلية اذا اراد من عندي نقاط انقلاب. لإيجاد قيمة Y هي أريد منك نقطة هي X و Y، أعوض بالدالة الأصلية، نضع قيم X على خط الأعداد ونختبر الإشارة المشتقة الثانية. إذا تريد تعرف نقاط الانقلاب، عندك نقاط انقلاب لو ما عندك، أول خطوة انتبه لي، لمعرفة نقاط الانقلاب لازم تطلع لك هنا قيمتين، يا أما موجب يا أما سالب، يا أما موجب أيضا. هنا إذا موجب سالب هذه تمثل التحدب عنده التقاطع، وهنا الاتحاد إذا يتذكرها بعض الطلاب هنا التقعر اللي هو يمثل الاتحاد. إذا لم تمتلك أي نقطة النقاط الانقلاب أريدك تنتبهها، شنو هي ما تمتلك؟ يا أما اثنين يجن سالب أو اثنين تجن موجب، إذا لا توجد نقاط انقلاب هنا مناطق التقعر والتحدب. شوف المثال هذا البسيط الآن راح أشرح لك عليه، وإن شاء الله تفتهمه من أحل السؤال. نجي طريقة الحل. هنا إذا تريد تتعلم الحل، أول خطوة علمتك تشتق المشتقة الأولى، الفتحة للإكس، راح تضرب 4 في 3 راح تقول أستاذ 12. دائما الأس قلنا إيش قد نطرح من عنده إذا تستذكر واحد حتى لا ننسى، راح نقول لك إكس تربيع ناقص هذا الإشارة الناقص، مشتقة عدد ثابت في دالة، الدالة ما طول ما مرفوع لا تربيع ولا تكعيب، إذا واحد قيمتها يبقى فقط 3، يعني 3 في 1 3، مشتقة الثابت طبعا صفر. خطوة رقم 2 أريد هسه من عندك بدأت الخطوات، المشتقة الثانية شو يريد المشتقة الثانية؟ باوع الفتحتين للإكس، هم راح أضرب ال 12 في 2 راح تقول لي 24 إكس، ليش؟ لأن نطرح من الأس واحد دائما، مشتقة العدد الثابت طبعا صفر. اذا هسه ثبتت عندك المشتقة الثانية، نجعل المشتقة الثانية اذا تلاحظ صفر، اذا راح نجي نصفر المشتقة راح نقول 24 اكس يساوي لي صفر. اذا هسه راح اطلع لك قيمة اكس، شو تقسم المعادلة؟ ايش علمتك؟ وين الرمز؟ بالطرف الايسر موجود 24 اكس، يعني راح اقسم على هذا الطرف على 24 وهذا على 24، اذا كل المعادلة تقسم على 24. وين الرمز؟ تنتبه على اتجاه الرمز، ال 24 وال 24 تروح تبقى لي اكس، صفر على 24 طبعا صفر، اذا طلعت قيمة اكس تساوينا صفر. بعد شي يريد من عندك؟ يقول نعوض قيمة اكس في الدالة الاصلية، ليش هنا نعوضها بالدالة الاصلية؟ هاي الدالة استاذي، من اقول لك تعوضها بالدالة الاصلية يعني راح تجي هنا نعوض هاي قيمة اكس، باوع نعوض بالدالة الاصلية. هنا راح اطلع لك ليش بالدالة الاصلية، اللي رايد منك نقطة انقلاب، لو قايل لك بس مناطق التقعر والتحدب لا، راسا تجي ترسم هنا وينتهي الحل مالتك، لكن هنا رايد نقطة الانقلاب. هسه هذا الصفر راح انزل لك الدالة، باوع اف للاكس يساوي لنا 4 اكس تكعيب ناقص 3 اكس زائد 4، راح وين نعوض الصفر؟ بكل سهولة راح تجي تعوض الصفر هنا، نعوض باوع نعوض ونعوض الصفر ايضا هنا، راح اقول لك اف هنا للاكس يساوي لنا 4 في 0 تكعيب ناقص 3 في 0 زائد 4. هنا الطالب اللي اريده ينتبه عليه،
بدل اف للاكس شو تخلي له هنا واي، لان هو رايد من عندك واي، صح لو صح على مود النقطه تطلع اكس واي، شيل الاف اكس خلي له واي بمكانها. ليش؟ لان الاف اكس هي هاي هم داله الداله الاصليه، وهنا الواي هو هم تمثل نفس الداله، اذا هاي يساوي له هاي ما عنده مشكله. 4 في 0 طبعا 0، 3 في 0 0 اذا هنا العدد 4. اذا النقطه شوف تكتب، اذا نقطه الانقلاب باع له لا، ايش طلعت نقطه الانقلاب؟ طبعا 0 4، هذا 0 وهذا الأربعة، هذا اكس وهذا يمثل الواي. هسه انا طلعت نقطه الانقلاب، يجي الطالب يقول استاذ بعد شو اسوي؟ اخر خطوه راح نجي نرسم الرسم انا وياك، انتبه علي. هم نفس الطريقه هنا تجي على اكس، ما لك علاقه بالواي، الواي هي تمثل نقطه الانقلاب ما لي علاقه بها، انا لي علاقه بالاكس. اريد اكس مره اكبر من الصفر ومريد اكس اصغر من الصفر. طبعا كلها تعرف الاكس اكبر من الصفر هو الواحد، واصغر من الصفر هو سالب واحد. وين تعوض ديها هاي؟ تعوض ديها بهاي المشتقة استاذي. شوف بالمشتقة الثانية هنا نعوض هذا الرسم مالك، نعوض شوف لو لا. اذا اكبر من الصفر هو الواحد، من تقول 24 في واحد طبعا 24 راح تقول هذا موجب. شوفوا بكل سهولة النوبة تاخذ اكس اصغر من الصفر طبعا سالب واحد راح يعطيك سالب الاشارة. الطالب اذا ما عرف يعوض هنا بالمشتقة الاولى ينتبه للمشتقة الاولى موجبة لو سالبة، اذا موجبة يكتب لي هنا موجب وعكسه ياخذ السالب. اذا هنا راح شو نقول له؟ ما نقول له تزايد ولا تناقص، نقول له هنا تقعر، وهنا راح اقول له انت هنا تحدب، هذا التحدب وهذا التقعر. شوف كل السهل التقعر والتحدب ومناطق التزايد والتناقص للطالب، انطيناك ابسط امثله وزاريه مهمه، والاتمنى تتقيد بالمعلومات اللي انطيك اياها. واذا عندك اي سؤال او استفسار راسلنا على قناه الاستاذ علي جعفر السوداني او على التليجرام.